السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد مثل ما عودناكم على طول، كل يوم يكون في فيديوهات. فيديو اليوم اول شيء راح تشكر في اخ الاخ الغالي فهد شلومي على الدعم اللي دعم لي اياه، بتشكره كثير اخوي فهد، وبتمنى من كل اللي عندي كمان يروحوا لعنده ويشتركوا عنده بالقناه. وثاني شيء عملت سلسله جديده بالقناه هي سلسله النوب، فدخلت مع سكواد عشوائي، فشوفوا كيف كان الفيديو. ولا تنسوا تعطونا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس إذا كنت أول مرة عم تتابعني. في عالم كمان عم يكتبوا لي بتعليقات تحديات، اكتبوا لي تحديات كمان بتعليق، اللي بده مني أعمل التحدي الفلاني يكتب لي بالتعليقات وإن شاء الله نرد لكم إياها. فخليكم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة والسلام عليكم. صحيح، قبل ما انسى وين السلام عليكم، مشان المسابقه شباب، ما ضل شيء للمسابقه اذا نعملها ولا لا، لانه القناه ما صار فيها دعم، ما صار فيها دعم، شو عم بحكي انا صحيح، القناه ما صار فيها تفاعل مثل ما طلبنا. فبتمنى انكم تتفاعلوا مع الوقت، لانه ما ضل شيء اذا راح نعملها ولا لا. اذا وصلت القناه 100,000 راح نعملها، واذا ما وصلت ما راح نعملها المسابقه. فبتمنى كلياتكم تشدوا لي همتكم، توصلوا القناة ل 100,000 مشترك لحتى نبلش بالمسابقة، وبعدها يكون في مسابقات بشكل مستمر ويكون في هدايا للمتابعين. ولا بخلكم مشاهدة متعة والسلام عليكم. رقم واحد، رقم واحد. سامر. كيف بسوي ها؟ انت اللي بتقول شيء؟ والله ما افهم، اكتب كتابي صوتك مو واضح. كيف تصور مباشر؟ رقم واحد. انت اللي بتصور مباشر؟ نصور؟ شنو نصور؟ جيت احنا وين؟ هذا الجو بصور بس مباشر. Enemies ahead. منو كان يحكي؟ والله ما فهمت عليك شيء. كيف اصور؟ اصور؟ شنو اصور؟ اليوتيوبر. لا لا بودكاست. ها؟ جربت منه اللي كان. والله ما افهم عليك. اكتب تكتب كتابي كتابي؟ ما بعرف ما بعرف. ما تعرف؟ بعرف ما تحسن تكتب كتابي شو عم تقول، لانه ما عم بسمعك، صوتك عم ينقطع. عجز. انا ما تفرج جبلك جوات الجيش. جوات الجيش ما بغيت تفرج جبلك.
وين راح هذا؟ قلت قلته انا، الفريق الثاني قلته انا. في واحد عندي. روح لعند دورو. يلا. عندي البنك. رقم أربعة وين هو؟ هذا صندوق من وراك عم تلاتي بس لحظة اي واحد كان عم يحكي عم يقول تصور ما اعرف شو انت عم تحكي؟ مين عم يحكي؟ رقم اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة ثلاثة تعال تعال انت تعال والله ما افهم عليك شو؟ خليني افتحك وداويك عليك مرة شباب حدا فهم شيء؟ بيقول لك مشان يداويك لانه عنده مهمة عنده مهمة بده يقول لك مشان يداويك تقريبا غش في الموضوع تقتلني وتداويني؟ تقتلني يلا يلا بس انزل نوك داويني ثلاث مرات بس تعال 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 خلينا نروح تعال 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 والله إلا داويك بس مرة والله خايف تنزلني وما تداويني بعدين أقولك أنا لا تنغش أقولك لا تنغش خليني هلا بس وبس وقع تداويني تعال اركب السيارة ونروح أنت اللي تقاني؟ لا طرطوسي ها؟ ها؟ طرطوسي انه طرطوس 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 في شاب رفيقي بيحكي نفس لهجتك امشي امشي في مو زيادة صار لك فترة منزلها وما عم بلعب فيها كثير يعني أنا نزلتها من السيزون الثاني تلعب من السيزون الثاني؟ من الموسم الثاني وأنا من السيزون الثاني من آخره وصلت للسيزون السادس ورحت على الجيش تركت هذيك 6 شهور تارك اللعبة ولا رجعت لها اه والله نحن بدنا شغلين نسلى فيها لا كده نصه شفته فورا انا شفته فورا مين تاشينيتا
تفضل عايش ينفع. يلا جايك تفضل. تفضل 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 كان بس على السريع لانه معه قوم هو ما تخليه القطع كان ده غير محلك مشان لا يضلوا مقمصين علينا على نفس المحل. اوكي غير محلك من دون ما يشوفوك عرفت يعني نزل من الحفره هي 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 اللي ورا نزل من هي بدنا ننزل واحد نوك ونطلع عليهم افضل حل ما فينا نطلع هيك ما مستلمين جبل اربعة هن وحش 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 ما من لحظة نزلني لا وينك انت؟ انا فوق خذ محل خذ محل انا جوا جوا هذا منهم ما يضرب يا زين رقم اربعة ثلاثة كان عنده قناص شي ما بعرف صار بدنا خوذة يا زين هذا ما يضرب علينا من ورا الحيط والله ما اعرف عم يضرب علينا بس ما عم بيجيبنا نزلته نغير محلنا مو احسن نغير محلنا اطلع 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 سيارة اطلع سيارة يلا جاي لعندك صار بدك السيارة مو اللي جينا فيها وحدة غيرها مو اللي جينا فيها في غيرها؟ تعال حقني الاخضر في غيرها؟ ايه تعال حقني تعال بس ننزل ابو الام اوه ليكو جنب ليكو جنب أوه. هذا ابو الام نزل هذا وين بالبيوت هنا؟ فوت فوت علي فوت علي فوت علي طلع على برا هو لا مو هذا ابو الام هذا لا في واحد تحت في عالم في عالم تحت بس شوي نعبي نعبي شايفنا شايفنا تا شايفنا يقول 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 شو عندي بس يطلع بده يطلع ايش يخرب بيتك يخرب بيتك ضرب ضرب عليك هو مكمل لا 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 يا ابن الحرام اللي ورا مات وحش ابو اليوم كمان نقه في واحد ورا الصخرة 310 لا هيل 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 انبطح وهيل انبطح وهيل ثواني 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 في واحد يمكن يسوي ورا الصخرة هون راح لا لا في أم في أم تضرب علينا في أم تضرب
ظل واحد بو ام، هذاك وين ظل ابو الصخر؟ ام هذاك وين الصخر؟ ابو الام مات. لا هذا الواحد صار معه ام كمان واحد ثاني اتوقع هيك. هم صرنا قريبين لبين نحن. لا هذول مين نزلت قنابل انت؟ ايه انتبه يمكن ورا الصخرة فوقك. ها لا انت انت تاخذ شيء تاخذ شيء عمل اجي نضرب من هون. ليكو 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 ضارب دخانية هو فوقنا ورا 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 حرف الدائرة. ليكو 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 وحش 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 طلعنا نطلع بسا يلا تعال يلا طلع وحش 19 واحد يا زلمة وما بتعرف شي باللعبة. هالشي بالله تعال تعال خليني اجيب لكيف لكيف 19 واحد ما بتعرف شي باللعبة بس فهمها. ها كيف ما بتعرف شي باللعبة وقتل 19 واحد؟ حظ حظ يا زلمة شو عرفني ساتني جديد على اللعبة. ايه تابع اليوتيوب انت اليوتيوبرية؟ مين بتتابع؟ في سوريا ما في غير من سوريا ما بتابع غير بعرف بسمع بأسماء نعم. اي واحد مني انت؟ انا قهرمان كردي عراسي حبيبي عراسي حبيبي حسن عملت سلسلة النوب فصورت هذا الجيم ان شاء الله ننزلكم يا بكره وبعد بكره. يلا حبيبي ايوه سلام تعرفوا بتعرفوا زقطوطاس عنده قناة على اليوتيوب وكهرمان كردي شو الاسم؟ قهرمان كردي قهرمان كردي قهرمان كردي لا لا اول مرة بسمع فيه نساتني يلا مصير نسمع هذا عندي لسه تقريبا 18000 مشترك وان شاء الله قريبا بس نصير 100000 مشترك عامل دعم فهد الشلامي. يلا خير موفق ان شاء الله. مسابقة 600 دولار يلا موفق ان شاء الله حبيبي. بدكم شيء؟ سلام. لا والله بدي اطلع صورت هذا الجيم وبدي اطلع عندي مدرسة دراسة بكرة بدي اروح على الدوام بكرة.